شوفوا كيف انا مختفي. هاي الاسلحه، هاي عنا البومب بضرب فيه كاني مختفي بالكامل، لكن اذا بسوي هيك البومب راح يطلع بس البومب، حتى راح اقدر اني ابني. شوفوا البناء، يعني هيك راح تلعب بدون ما حدا يشوفك. السلام عليكم، معكم سبايدر، رجعت لكم بمقطع جديد عن فورتنايت. اليوم يا جماعة وبعد غياب أكثر من أسبوعين عن الجلتشات والنصائح، عم جمع لكم جلتشات، عم جمع نصائح، اليوم لجمعتهم وصار فيني سوي لكم فيهم مقطع. اليوم رح علمك كيف رح تستخدم دبل بومب، كيف رح تختفي، أسلحة لا نهائية، الطير، كثير أشياء بهذا المقطع ما رح تصدق. فإذا كنت متحمس لحتى تشوف الجلتشات لا تنسى لايك على الصورة، انزل اضغط لايك، وأهم شيء طالما فاتح فورتنايت استخدم كود لايتم شوب، استخدم هذا الكود ها HMX، فراح تفيدني كثير. وبس خلونا نبدأ. فبالبداية في عندي كم جلتش ونصيحة بمنطقة المكعبات الجديدة اللي انضافت بتحديث الهالوين، بالإضافة لهذا السكن اللي داخل الكرة، فخليني لكم عليهم. فأول نصيحة متأكد راح تفيدكم، إذا جيتوا ونزلتوا بهاي المنطقة وأنت فاتح المظلة لا تنتظر حتى تنزل على الأرض، روح وبس المس هاي الكرة أو هذا السكن، وهيك راح تنزل بسرعة على الأرض وتاخذ أسلحة وتقتل العالم بسرعة وهن لساتهم عم ينزلوا بالمظلة. بالإضافة النصيحة الثانية كيف تطلع فوق الكرة، إذا بتروح وبتحاول إنك تنزل عليها فرح تضلك وما راح تقدر انك تبقى فوق السكن، ما راح يخليك. لكن اذا كان معك مكنسة الساحرة اللي ضفوها بتحديث الهالوين، روح وقرب من السكن وبعدها استخدم المكنسة وتعال على الكرة او على السكن، فراح تبقى فوقها، بتقدر انك تقتل العالم اللي موجودة تحت، ولا واحد راح يقدر انه يشوفك او انه يدمجك. والجلتش الاخير بمنطقة المكعبات الجديدة كيف تبني بالهواء مثل ما شايفين امامكم هيك، فبتروح عند اي بناء موجود بهاي المنطقة وروحوا ابني جنبك، وبعدها روح عدل البناء، فانت بناءك رح يصير في الهواء، صعب واحد انه يوقعك، لان شوف ما رح يعرف هو وين رح يكسر، رح يكسر هون، تعال ها، رح يكسر هون، هي رح كسر البناء، هي، البناء ما عم يتكسر، فصعب انه يوقعك. وهلا يا جماعه في عندي نصيحتين لاستخدام الهاربون، طبعا كلنا بنعرف بس تروح وتستخدم الهاربون رح يكون في معك 10 استخدامات بس والهاربون رح يخلص، لكن رح اقول لك كيف رح تستخدمه بشكل دائم. فاول شيء لازم تكون الاسلحه عندك فول، ما في ولا مكان، بالاضافه يكون في سلاح بالارض وتكون حاطط على الهاربون، انت لازم تاخذ السلاح وباخر لحظه تستخدم الهاربون، فرح سويها امامكم. فهي الهاربون، باخذ السلاح من الارض وبستخدم الهاربون، حاليا سحبت سلاح وهي الهاربون فيه 10، رح سويها مره ثانيه، بسحبها، هي طلع لي سمكة المكعب، وهي الهاربون فيه 10، ما نقص ولا واحد، فرح جرب اسحب شيء برات المياه، مثلا عندنا هي السمكة، رح اخذ السلاح وبعدها استخدم الهاربون، شوفوا هي سحبت السمكة والهاربون فيه 10. استخدموا هاي النصيحة. وبالإضافة يا جماعة كلنا شفنا هذا البوت اللي بس يعصب بيروح بيتحول لثلاث بوتات بدل البوت الواحد، هلا أنا ما بعرف مين الأساسي فيهم، فمدري مين، أتوقع هاد، مدري هاد، بس المشكلة أنهم قايمين وبشيلوك بسهولة. شوف، فإذا كان معك الهاربون روح وابني إلى مكان عالي جانب هذا البوت، هلا راح تشوف شو راح نسوي، راح أسحب البوت، خلص بس أسحبه راح يروح ينزل، ما مات، نسحبها مره ثانيه بينزل بيموت، هو لازم من اول مره بس ما مات من المره الاولى، يعني مشوها. فبالفعل هلا بس انزل بدون ما تموت، يعني بدون ما تسوي مثلي. فطالما قتلنا البوت واخذنا منه السكانر، فلازم لكم على جلتشات ونصائح للسكانر. النصيحه الاولى صراحه ما بعرف اذا هذا الشيء قديم، لكن اكتشفته بالصدفه، قلت خليني اخبركم عنه. فبس تروح وتعين بالسكانر راح يكون موجود عندك هون ارقام بالاضافه لسكن، فموجود عندنا هلا حاليا 0، هذا الرقم يا جماعه هو رقم الاشخاص اللي بيكشفها السكانر، فبس تروح تستخدم السكانر، شوف هي كشف واحد، كشف اثنين، وهيك بتعرف كم شخص قريب منك. وكمان في عندي نصيحه اتوقع انها رح تفيدكم، اذا كنتوا بمكان عالي وكان معكم السكانر فبامكانك تروح وتستخدم قنبله السكانر وبعدها تطلع فوق القنبله وتضلك بالهواء بدون بناء، لكن للاسف القنبله رح تختفي ورح تنزل. فمثلا اذا كنت بمكان عالي واحد كسر عليك، انت روح واستخدم قنبله السكانر وبعدها اطلع فوقها، فما رح تنزل فورا، ممكن يكون في عندك فرصه انك تقتله او انك تبدل على اللانش باد، يعني يكون معك وقت عشان تفكر كيف رح تنزل من فوق. فانا كان معي لانش باد، نزلت لتحت ورحت بدون ما اموت، فنصيحه حلوه. وكمان إذا كان معك السكانر ورحت ورميت القنبلة لكن رميتها قريبة منك وبدك تبعدها لمكان بعيد، روح واضرب عليها بالسلاح، فشوف صار جنب الذئاب تحت، فإذا رميتها وكانت قريبة منك روح واضرب ضربة واحدة بالسلاح، فالقنبلة راح تضلها تمشي وراح تروح لمكان أبعد وتكشف عالم أكثر. وبالإضافة يا جماعة من جديد فورتنايت شكلها نزلت ميزة لكن بدون ما تقلنا عليها، واللي هي بالسيارة صار بإمكانك إنك تركب على السيارة وصاحبك يسوق فيك وأنت راكب عليها بدون ما إنك تكون راكب داخلها أو بدون ما حتى إنك تنزل. قبل كنا نركب على السيارة
يمشي فينا فننزل وما نقدر نركب. هلا صار فيك تركب على السياره وتأيم وتصير تضرب وتبني وصاحبك عم بيسوق وانت ما بدك فيك تنزل. فممكن اغلبكم ما انتبه لهذا الشيء، حتى فورتنايت ما قالت انها صار هيك، شكلهم بيعدلوا بيسووا ونحن لازم نكتشف. وهلا يا جماعه في عندي جلتش، هو جلتش قديم شوي لكن حبيت اني اخبركم عنه لانه لسه موجود او فيكم تستخدموه. فاذا كان موجود عندك هاي الرقصه او اي رقصه ثانيه بامكانك انك تمشي فيها، روح واستخدمها مع الزيبلاين، فراح تضلك تستخدمها وانت مستخدم الزيبلاين. هذا الشيء راح يفيدك انه ممكن صعب الواحد يجيبك وانت عم تستخدم الزيبلاين، ما راح تكون ثابت، راح تضلك عم تتحرك، فصعب يجيب هيد شوت او انه يدمجك. فجربوها، شوف هي انا بنزل وبعدها برجع وبستخدم الزيبلاين مره ثانيه وقاعد عم بتشقلب يعني، فصعب انه الواحد يدمجني او يجيبني سنايبر. ممكن تستفادوا من هذا الجلتش فجربوه. وهلا في عندي شيء ممكن اغلبكم ما بيعرفه لان فورتنايت ما اعلنت عن هذا الشيء، اذا بتروح الى ميزه ترجيع السكنات والاغراض اللي بتشتريها من ايتم شوب فراح تلاقي في عندك واحده مفتوحه غير اللي استخدمناهم قبل، فرح جرب اني اشتري سكن من الايتم شوب. في عنا هذا السكن شكله نازل جديد فرح نروح ونشتريه، رح نجرب ميزه الترجيع. فهي السكن موجود عندي ورح اقدر اني ارجعه بكل سهوله، بتروح بتضغط على السكن وبعدها بتحدد الخيار مثلا هذا الخيار وبعدها بتعمل له ارجاع وبعدها يس. فانا استخدمت هاي البطاقه ورجعت الفي بوكس اللي اشتريت فيهم ورجعت السكن. فانت اذا بدك تشتري استخدم كود ايتم شوب HMX بدك ترجع رجع. حاليا راح تنفتح عندي بعد سنه وبعد سنتين وبعد 3 سنوات بينفتحوا عندي الثلاث بطاقات ما شاء الله. فورتنايت لبعد 3 سنوات انا بدي استنى لرجع سكن وسكنين. وهلا يا جماعه في عندي جلتش بطور البارتي رويال، انا بعرف اغلبكم ممكن ما بيلعب هذا الطور لكن هذا الجلتش بالفعل عجبني. اولا في عندي هاد هون ما بعرف شو قاعد عم بيسوي. المهم اذا بتدخل الى طور البارتي رويال بهاي المنطقه بالتحديد عند المياه هون حبيبي اهلا وسهلا، هلا هيك بيدخل طور بارتي رويال هيك بيسوي، عند هاي المياه هون بتقدر انك تنزل داخلها، فبس تجي الى النص روح ونط فرح تنزل داخل المياه او تحت المياه. شوف حاليا انا موجود تحت المياه، هاي السمك، فصراحه عجبني هذا الجلتش انك تكون تحت المياه، فقلت خليني اخبركم عنه، اذا بتلعب طور بارتي رويال استخدمه. وهلا في عندي جلتش كمان صار معي بالصدفه، قاعد عم العب فورتنايت صار معي هذا الجلتش، قلت بدي اشرح لكم عنه. فاذا كان معك سياره وكنت بهاي المنطقه عند هاي النقطه بالتحديد هون عند هذا البناء اللي موجود وراه باونسر، فروح اركب السياره وبعدها تعال من ورا البناء واستخدم السياره. فانت رح تدخل داخل هاي الصخره وكانك مختبئ فيها وبس تمشي شوي بالسياره شوفوا وين رح طير، شوفوا المسافه اللي طرت لها. فبالفعل يا جماعه جلتش اسطوري، يا بتختبئ بالصخره يا اما انك تطير من الصخره بدون ما حدا يشوفك. يا اخي جلتشات شو بدنا نسوي. وهلا يا جماعه وصلنا الى اخر شيء بهذا المقطع واللي هو جلتشات الكرييتف. في عندي اكثر من جلتش بالكرييتف، فاول جلتش كيف تستخدم الدبل بومب، روحوا ادخل الى هذا الماب، هاي الكود طالع امامكم، فبس تروح وتدخل الى هذا الماب. طريقه سهله ما في داعي انك تسوي ولا شيء، فبس تبدا اللعبه روحوا اطلع الى فوق. هون في عندنا درج راح يكون موجود عندنا تفعيل الدبل بومب بالاضافه ازاله الدبل بومب، يعني كبسه واحده راح يتفعل عندك الدبل بومب. هي انا راح فعل الدبل بومب عندي وصار موجود بكل سهوله، وبس بدك روح واعمل ازاله فالدبل بومب راح يلتغي من عندك. فمثل ما شايفين انا حاليا عم استخدم الدبل بومب في الموسم الثامن، صراحة ما بحلو في 1 في 1 أكثر من شخص، فنجربوه. وهلا صار وقت الجلتش الأخير بهذا المقطع واللي هو جلتش الاختفاء، راح تسويه بكل سهولة كمان، روحوا ادخل إلى هذا الماب، هاي الكورد طالع أمامكم، فبس تدخل إلى هذا الماب، ما في داعي إنك تسوي شيء، هلا راح لكم، روحوا حط ستارت جيم، طريقة سهلة، فبس يبدأ الجيم أنت راح تحتاج إلى هذا السلاح واللي هو بيحول السكن إلى بقرة، السكن يعني بيحوله، فاطلع لبرا وروح وتحول وبعدها أعمل ريسبون، طريقة سهلة، ما بدك ولا شيء، فبس تسوي ريسبون بون انا راح اختفي بلعبه فورتنايت. شوفوا كيف انا مختفي، هاي الاسلحه هاي عندنا البومب بضرب فيه وكاني مختفي بالكامل، لكن اذا بسوي هيك البومب راح يطلع بس البومب، حتى راح اقدر اني ابني. شوفوا البناء، يعني هيك راح تلعب بدون ما حدا يشوفك، وبس بدك تلغي هذا الجلتش وروح وتحول مره ثانيه وبعدها الغي التحول فراح يرجع السكن طبيعي مثل ما شايفين امامكم. طريقه حلوه تختفي امتى ما بدك وبعدها بترجع امتى ما بدك. هلا هون يا جماعه بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، قبل ما تطلع بس اذا كنت حابب انك تدعمني استخدم كود ايتم شوب HMX، استخدم هذا الكود يا اسطوره ولا تنسى اللايك، خلينا نوصل هذا المقطع لاكثر من 50 ألف لايك. وبس كان معكم سبارة من قناه سبارة جيمر، بيس اوت.